نرجع لمجمع ميشيل المر، رح نشوف اوفر فيو عن المجموعة الثالثة بالتوتال اتاك. الانوار 60%، الزهرة تحسن من 49 ل 55%، بالسايد اوت اتاك 26 من 42 للانوار، 28 من 46 للزهرة، بالكونتر اتاك 11 من 20 و 8 من 20 للزهرة، بالاستقبال 13 من 58 و 4 من 55، اما بالسيرف 4 من 12 و 13 من 15 للزهرة، بالبلوك حسنوا وضعهم الانوار، صار عندهم 3 مقابل 4 للزهرة، وبالتوتال ديكز او بالدفاع متعادلين 20 ب 20 طابة. يعني عصام الزهرة فرجينا بالمجموعة الثالثة انه يعني لقت الماتش اكثر. يعني اذا ملاحظ 13 سيرفيس، 13 نقطة بالسيرفيس ربحان، بينما الانوار 3، 13 بتقدر تعوضهم، ما في ولا طابة بلوك ولا طابة دفاع، يعني ما عم بيقدروا يدافعوا لهم للزهرة، وما عم بيخسروا سيرفيسات. يعني اذا لاحظت اول بارتيتين كانوا عم بيكونوا متعدلين كل الوقت، اوكي سيرفيس من هون سيرفيس من هون، دافعوا شوي الانوار، لعبوا كونتر اتاك، بينما بالبارتي هلا الثالثه في يعني اكثر من 4 ايسز يا 5 ايسز بالست خلص، وما عم بيقدروا يعوضوهم بشيء. يعني اذا 2-1 للزهره، هل رح نشوف مجموعه خامسه نحن وهويه الفولي بول، او الزهره رح يحسم الجيم؟ بنشوف سوا. وسام على دوكيتش، وطابة بيخطفها كريستيان، 1-0 للزهرة. دومي على الاستقبال، دومي بيسدد وبيسجل وبيعادل. يعني لي بالفريقين بالمبدا ما في مشكله بالاتاك بعد الاستقبال، بس اللي عم بيروح النقط اغلاط بالاستقبال بالفريق الانوار، والزهره ما عم بيغلط كثير لانه فريق الانوار ما عم بيقدر يسجل سيرفيس. هون ارسال صاروخي من دومي، واه ارتير طابته خارج الملعب، 2-1 للانوار. خارج الملعب، خارج هن ما احتجوا اصلا. كمان دومي بيقول له لارتير مثلك مثلكم في اثنين، مزبوط، وهو طابتين صاروا لدومي. كريستيان عملها كمان مرة، هالمرة بالفيلي، 2-3. هيدا ارتير، بالفيلي ارتير، 4-2 الانوار عم بيتقدموا بالمجموعة الرابعة. زوزو نهرة فلوت بالاوت، صاروا 3 سيرفيسات خاطئين من الفريقين. هلا هون نقطة التعادل 4-4. كريستيان عم يضرب فلوت، عم يضرب من تحت مش جامب. دانيس بيسجل فوق ديرار وفوق دوكيتش وبيزكى، بيسقطها وعلى طول بيسقط طابة كثير قريبة، يعني اللعيب ما بيسترجع يقرب، مع انه لمسها ضرار يعني بالكابلوك. دينيس كارفان بينيروا عن جد لاعب مش معقول، بعده كانه هلا مبلش الجيم.
بالفيلي هيدي عين صابته مثل ما عم بيقول لي زميلنا رالف اسمر تحت تحت السكور تحت العشرة تحت العشرين سوري تحت العشرين على طول هيك ببلش عادة مش كثير بيسجل اول شيء هيدا رالف وقاعد حد عصام قميصته صفرا انا قميصي صفرا بلوك من عمر كونتر اتاك وطابة تاتش من دوكيتش والتعادل من جديد 6-6 هيدا نيمانيا دوكيتش اللاعب الصربي ألان بيستقبل دومي بيربح بلوك اوت 7-6 كل فريق عم بيربح اول تكنيكال تايم اوت بالمجموعه عم بيربح المجموعه باول ثلاث مجموعات تنشوف بالرابعه شو اللي عم بيلعب تحت على طول عم بيربح هيدا عمر ارسال خاطئ من عمر مش دائما بنشوف هيك ارسال خاطئ قطع بين العمود وبين الفيليه عم بيضحك عمر 7-7 ديرار هالمرة بتنزل بمنطقته حاولت تقطع ما مشي حالها والانوار عم بياخذوا التكنيكال تايم اوت 8-7 عمر صعب عليهم وقت معين هذه الفورماسيون هو على طول كان عم يسجل فيها بالمبدا صحيح خلينا نشوف التوب سكوررز كارفان 21 انخل دينيس 17 دوموتور 16 ارتير 13 ونيمانيا دوكيتش ب 11 وألن المفروض يكون فايت على السكور شوي يمكن بالعشرة او 11 كمان عنده 10 نقاط كمان جمهور الفولي بول بقاعة المر وهالمرة طابة خاطئة بالانتين من ارتير ما بعرف شو عنده هو الانتين ارتير عم بيحاول يضرب لاين قد ما في لانه ما بيقدر يضرب بقى دياجونال بس طابة قطعت لهون شوي كريستيان بيخطف هالطابة 8-9 بالاعادة بيسيبوا لالي النار ميهايلو ميتيتش النار بيستقبل طابة بتتخلص تتخلص طابة دومي لكن دوكيتش بيكبس شباكه والتقدم 10-8 للانوار فكرت عم يشوط علينا سوري في وقت الشوط دومي على السيرفيس دومي على يميل كارفان بلوك طابة بتتخلص طابة بتتخلص مش معقول وقفوها لعيبة الانوار ما بعرف ليه بأي حق بيوقفوها ما بعرف ليه طابة ضربت بإجره وفي بطاقة صفرة كمان ما بعرف ليش وقفوا لاعبي الانوار هالطابة يمكن اعتبروا اربع لمسات هون منشوفها بالإعادة ما صفر الحكم ما صفر الحكم شيء دومي بيستقبل دانيس عالي كتير دانيس 11-9 هيدا إلي النار وبالمقابل زوزو نهره
فلوت على يميل دوكيتش بيسجل 10-11. ما في بلوك وديفونس اثنين شوي. كمان دانيس بيسجل. استقبال ممتاز عند الفريقين اليوم. هلا تحسن شوي لانه السيرفيس دفي معد مثل معد قوي قد الاول يعني. ايه نزل شوي زبط الاستقبال ندفي، بس لهلا بعد في البلوك والديفونس بالفريقين ما كثير. دانيس يميل بيستقبل ارتور طابي خاطئة كونتر اتاك. دانيس بيرفع الفرق لثلاث نقاط. صاروخ من دانيس، استفادوا على اكمل وجه من الكونتر اتاك. هذا دانيس من جديد طابي بالاوت 11-13. هيدا سينسيا ريلجيت مدرب الانوار. يلا بينا نروح على السيرفيس. دومي بيستقبل ودانيس بيضرب، يعني على الطابعة قوتها كانت رح ترجع شوي على منطقة الانوار. الطابعة كثير قريبة دانيس، يعني مش مستاهل كانت تنشاط. بالإعادة يعني عشوائي كانت خدعت لاعبي الأنوار. ألان كومل على أرتير طابي بتتخلص. أوه حاول يخدع لاعبي الأنوار لكن هن اللي خدعوه. 15-11. شوفوا شو صار بالإعادة. دانيس خلصها، ديرار حاول ونقطة للأنوار. لحد هلأ عصام بأول مجموعة تكنيكال تايم أوت اثنيناتهم كانوا للزهرة، ربح الزهرة. بالمجموعة الثانية اثنيناتهم للأنوار، ربح الأنوار. بالمجموعة الثالثة كمان للزهرة، ربح الزهرة. وهلأ المجموعة الرابعة أنوار بالأول. هون استقبال عاطل من أرتور دوكيتش طابته عم تتخلص كونتر أتاك. دانيس بيسجل دانيس والتكنيكال تايم أوت كمان للأنوار 16-11. مباراة رائعة. توب سبايكرز وسام الحسري 100% من طابي، ألان كومل 77% من 10 طابات، زوزو نهرة 75% من 3 طابات، نيمانيا دوكيتش 71% من 10 طابات، وأنخل دانيس 64% من 21 طابة. بنا قلي يعني البرسنتاج الاتاك بالفريقين، يعني اذا بنشوف بكل شيء بالاتاك عالي جدا، عالي ما عم بيكون في خساره، ومشان هيك عم تكون النتائج الاكثر شيء عم يتسجل بس يكون موشات، يعني بين سيرفيس واستقبال عم تطلع اللعبه. هون رئيس نادي الزهره نرجع للمباراة مع إرسال ألان كومل 16-11 للأنوار. أرتور بيستقبل دوكا بيضرب وبيسجل دوكا 16-12. هيدا دوكا على دومي ايس. بالبارتي الثاني اجمالا كمان دوكا بالوقفه ردهم على سكور صحيح. هيدا دوكيتش
نار بيستقبل دومي، صاروخ من دومي قاصدينه لبينيروان، نازلين فيه اثنيناتهم دانيس ودومي. بقولوا لك بركي بينوجع ببطل يضرب بقوه. هلا برد عليهم هو من ورا تنشوف، يمكن صابوا وحده لدانيس بوجهه عم ينتقم عليها. كان هون عمر صاروا سيرفيسين وهودي ناطرينه الوقفه هيدي. 14-17 مدربه لعمر عم بيشجعه. منروح لنشوف درار، جامب سيرف من درار بالاوت. درار مش حابب يزعله لعمر، قال له وحده بوحده وحده بوحده ولا يهمك. دانيس ودوموتور، مجري وكوبي وسلوفيني بالانوار، فنزويلي واثنين صرب بالزهرة. طابة بتتخلص، كونتر اتاك جديد، بينيروا بيتعرض للبلوك. 19-14 والانوار عم بيرجع فارق الخمس نقاط. هذا الدفاع ما استفادوا منه فريق الزهرة. شايف 3-2 عم بتلوح. وسام على دوكيتش، بينيروا منيح اللي لحق اول حكيم هالطابة على سرعتها. 19-15 هن نطروها دغري على اخر شيء. ليك شو سريعة، يعني بالاعادة البطيئة وما شفناها وما شفناها. دوكيتش ميتيتش عفوا، دومي هيدا دومي بالإعادة وراح نشوفه على إرسال. دومي على يميل، بالفيلي 16-20 عم بحاول يقوي السيرفيس. أرتير رح يقدر يرجع فريقه. كمان أرتير مثل عمر بس عقوى شوي، عقوى شوي كأنهم عم يسيبوها اليوم مقصودة. خلص شبل منا هذا الحكم، بين شبل وبين بين الفيلي وبين البوتو، يعني غريبة. هات عم يضرب على الشبل كان يميل. دوكيتش طابته بتتخلص لدوكيتش، كونتر اتاك كمان محاولة. اوه بس بلوك بالخارج، بلوك اوت من دينيس. 21-17 او 17-21. تبديل تبديل، بس ما في حكم ليخليهم يعملوا التبديل. غازي فنج رح يدخل ودرار عبيد بيخرج. هيدا الحكم الثاني الدولي جوني اللقيس. وكريستيان فلوت، كريستيان على دومي وألن طابته بتتهدى. دوكيتش بيضرب جوا دوكيتش، جوا دوكيتش. 21-18 هيدا كريستيان السيف، ناطر إشارة شبل درغام. كمان فلوت على دومي وألن بلوك أوت. 22-18 غازي مع أنه لاعب مش طويل كتير بس سريع وفعال على البلوك كتير.
يعني ما حدا بيتوقع انه يكون وصلها للطابة اوقات توقيته بالبلوك منيح كامل. وهون دينيس بالفيليه كمان مش عم بيقدر يقطع عن سيرفيسه. 19-22 كارفان هلا على العشرينات على 19. شو قولك؟ بعد ما صار 20 هو هلا اذا طلع على 20 اذا طلع على 20 بنشوف اي سيت. يلا النار بيهديها دينيس بيسجل ولا ممكن تنشاط الطابة. دينيس بيسجل اذا بنشوفها بالاعادة يعني بيصرفها قصة الزيح هو بعد شو ليك من وين طلع شبر من الزيح طابة قدام على الفيليه. دخول بيير فارس وخروج وسام على طابة 23-19 تايم اوت لسيمو عطلة. دينيس لاعب ممتاز مميز بدنا هيك مستوى من الاجانب. بالتوب سكوررز انخل صار هو الاول ب 24 قدام كارفان. كارفان بينيرو 22 دوموتور 18 نيمانيا 16 وارتور 14. وبدي بس تشوف لي عندك على اللابتوب الان كوميل الان 10 10 بعده 10 مش اخذ كثير الان اخذ 12 طابه بس اتاك 13 طابه اخذ اتاك. فريقين بيرجعوا على ارض الملعب وهيدا الان على السيرفيس للانوار. الان على يميل دوكا طابته بتتخلص هالمرة كونتر اتاك دينيس طابة بالاوت 20-23 عودة وسام وخروج بيير. هاي طابت كونتر اتاك ما في باسور جوا كان الفريق يعني متتش تسرع فيها هاي الطابة عنده اياها هاي عادة لا بس انه هي قدر يشوط اقوى كان دوكيتش على النار دومي لوك اوت 24-20 ما بيقدروا يلحقوا فيهم بسهوله لدومي هود طبعا ايده قويه طبطه قويه على طول اذا ما كنت مسكر قبله ما بتقدر تلعب. عمر فلوت على يميل ارتور طابته بتتهدى كونتر اتاك كوميل. كوميل بينهي المجموعة 25-20 وبياخذنا على مجموعة خامسة حاسمة 2-2 بريك وبنرجع